مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم في سادس عدد من برنامجكم الجزائريه فوت سهره 100% كره القدم. سوف نتكلم فيها عفوا عن الكره المحليه وعن المنتخب الوطني. راح نشوف عناوين السهره وبعدها نعود نرحب بضيوفنا الكرام. برنامج الجزائرية فوت لسهرة اليوم نتطرق من خلاله إلى أبرز ما صرح وعنون في الصحافة الرياضية. قضية يوسف بالليلي تعود إلى الواجهة. تألق مولودية وهران في القسم الأول، بالإضافة إلى الأخطاء التحكيمية الكارثية في القسم الأول والثاني موبيليسا. تنقل الخضور إلى نيجيريا وأول خرجة للمدرب ليكنز على رأس المنتخب، بالإضافة إلى بورتريا السهرة عن الموهبة الشابة لأهل البرج أحمد جلالي. ابقوا معنا. إذن هذا فيما يخص سهرة اليوم، وبما أننا سوف نتكلم عن مولودية وهران وعن التحكيم وعن الكرة المحلية، دعونا نتشرف باستضافة الحكم الدولي السابق والأستاذ والدكتور إن صح التعبير الذي نعتز أو أعتز شخصيا باستضافته على برنامج الجزائرية فوت، سيد محمد بشاري حكم دولي سابق. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء الخير، شكرا على هذه الاستضافة الطيبة. و سما في بليزير دو روفوار دي جون كو جيستيم بوكو سا في تخي لونتون كو جي با في. شكرا جزيلا لك محمد. يعطيك الصحة الشيخ، سي تان بليزير حنا كذلك لك حاضر معنا. راح نحكيو على التحكيم اليوم كما راح نحكيو على مولودية وهران، هذا الفريق اللي عاود ولا بقوة في المحترف الأول هذا الموسم، المحترف الأول موبيلي. سيد عمر بلعطوي مدرب المولودية الوهرانية الباهية وهران إن صح التعبير، مرحبا بك شيخ. السلام عليكم، نحيي كل المشاهدين ونشكركم على الاستضافة. مو سي شو تري كونتون دات بارمي فو، سيرتو الشيخ نور بزكري اللي نحترمه كثير. تبغي. قاسي سعيد محمد وشيخنا بشاري اللي ستادير اون دو بون راسو الحمد لله ملي كنت لاعب. سي فغي، حنا كذلك نتشرفوا بحضورك اليوم وبقدومك اليوم من مدينه وهران، نحييوك على على التنقل هذا. يحضروا معنا كذلك الكونسلتون اللي عهدناه معنا سيد نور بن زكري محلل القسم الرياضي بقناه الجزائريه بقناه الجزائريه وحصه الجزائريه فوت، مرحبا بك. مساء الخير ومتشرفين بحضور طبيب سيد بشاري. سيد بشاري الطبيب يعني وكان حاكم يعني، وكنا يعني لعبنا مقابلات يعني مع بعضنا، وتشرفوا يعني بحضور عمر بن شرف كبير يعني اللي راهو معنا. شكرك على حضورك اليوم كذلك سيد نور بن زكري. يحضروا معنا لو جنتلمان تاعنا لو كرافاتيست لو موندياليست لا ستار تاعنا محمد قاسي سعيد، مرحبا بك. مساء الخير والله بعد الترحيب تاع الدكتور عمر، كان زميل دكتور محمد زميل في امريكا الشماليه في لافال، هدا لي كرافاته باش نعطيها النور. طبيعي وين راهي بصح؟ الاسبوع الجاي نجيبها له. مازال ما لحقتش. لحقت الاسبوع الجاي نجيبها له باش يلبسها. ان شاء الله ان شاء الله. اذا مرحبا بالجميع، نذكروا انه زميل جلال عيش راح يحضر معنا. نذكروا انه زميل جلال عيش راح يحضر معنا بدايه من الجزء الثاني من حصه الجزائريه فوت. شيخ على بالنا بلي وارفت التحكيم على كل حال وارفت المستطيل الاخضر. احنا اليوم جبنا لي كارتون تاعنا، هكدا جبنا البطاقه الحمراء تاعنا والبطاقه الصفراء، على كل حال راح يكونوا يرافقونا في كاع الحصه ان شاء الله. هاك واجد شيخ. يلا اذا مرحبا بجميع مشاهدينا الكرام، نروح مباشره الى اول فقره من سهره الجزائريه فوت، الصحافه شو. إذن البداية سوف تكون بتكون بالعناوين اللي كان طوال هذا الأسبوع بمدرب الجديد لشباب الوزداد. الإدارة تتفق مع المدرب بادو زاكي، هذا المدرب الدولي المغربي السابق والحارس الدولي السابق المغربي لأسطورة في منصبه كحارس مرمى واللي مارس مهنة التدريب منذ 2003 بدون انقطاع. شيخ اسكو فريمون اليوم بادو زاكي هو الحل في فريق شباب الوزداد؟ عموما يعني في كرة القدم الجزائرية يعني السهولة يعني يجيبوا كل خطرة يعني يبدلوا المدربين. حنا نتمناو يعني يكون يعني بادو زكي يعني يجيب إضافة ويخرج يعني من الأزمة الفريق الشباب، ولكن المشكل يعني راه في جهة أخرى، والناس الناس يعني في كل خطرة نشوفوا انتقالات تاع اللاعبين تاع المدربين وتبدل المدربين. دونك اسكو سي لا سوليسيون؟ جو نو بونس با.
هذا يبقى رايك طبعا محمد، يبقى انه مدرب كبير اللي حضر اليوم الجزائر، ولو انه خلينا نقول لك شبه رسمي، اتفاق شبه رسمي، ولو البدايه راح تكون هذا الاسبوع، ولكن اسكو فريمون بادو زكي وشباب الوزداد يخصوا بادو زكي في هذا المنصب؟ لا شوف، بادو زكي انا نعرفه حارس كبير، كان لعبت ضده زميل وصديق، انسان متخلق. ربما مجيء بادو زكي الى الجزائر ربما حيجيب افكار جديده، نتمنى له النجاح، ولكن من الصعب في الجزائر، خاصة لما كان حضر البارح وشاف يعني واش جرى في ملعب 20 أوت، نظن راح يخليه يخمم أكثر. ولو أنه يبقى مدرب محترم من 2003 هو في مهنة التدريب، خلينا نقول لك أنه الحق يعني نهائي كأس إفريقيا مع المنتخب المغربي في 2004 عمر بلاطوي، دونك سي غرونو اللي حضر البطولة المحلية تاعنا. بيان سور بادو زكي معروف عالميا. من الكوب دي مون تاع 86 جو كرو ولا مش عارف 86 وي سيتي ان غران غارديان سيتي لو كابيتان ديكيب تاع ليكيب دي ماروك بون هنايا في البطوله الاسبانيه كذلك نعم في مايوركا في مايوركا فوالا اختيارك احسن حارس في 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 الدوري الاسباني سيتي ان غران غارديان ماتنو اللي اونتريني اللي اونتريني اللي اونتريني ليكيب تاع واي ماروك كازا ويدا دو كازا بلوكا ولا ليتو مي سير بي بون اي لو ريكروتي جيسبر كي فا كيما يقول كابورتي هذيك لا توش كي لا كاين حاجه عمر نضيفها ولو سمحت أول مقابلة تاعو دولية ضد المنتخب الجزائري بعد 5-1 في كازابلانكا كان هو اللي لعب مقابلة العودة. شحال انتهت مباراة العودة؟ 3-0. دروك قلت لك المشكل ما راهش في المدربين. وراه المشكل عدم المدربين عدم استقرار. باسكو كونت يا لا ستابيليتي في الكلوب كونت ان اونترينور دور في ان كلوب لي ريزولتا تجي. مي دروك نشوفوا 1 2 3 4 ماتش ماكسيموم. اون شونج دونترينور جيسبر كو ليزيكيب جبنا رايفاتش ليكيب ناسيونال كان لاعب ربع نهائي تاع كاس العالم ومدرب يعني لاباس به يعني مدرب كبير واش دار؟ يعني هل يعني نعاود السؤال هل يعني المشكل هو المدرب؟ صحيح سيد محمد بشاري راح نمر الى عنوان ثاني اللي كان طوال هذا الاسبوع انت تعرف ربما هذاك خلينا نقول لك ربما هذاك الضغط اللي يعيشه رؤساء النوادي مع بدايه الموسم وتغيير المدربين جوستومون سيد حناشي اللي كان انتدب التونسي حيدوسي وين قال في تصريحه راح يعطينا المخرج صوره لو شوا دو لونترينور حيدوسي اي جو ديسيو بعد الفوز في شباب قسنطينه اسكو ما تشوفش انه حناشي ويدير الضغط على نفسه اشاك فوا كانت مع بدايه الموسم مع مواسى لما قال راح نلعب البطوله بعد 10 5 7 8 جولات الكارثه في شباب القبائل اليوم يعاود نفس السيناريو مع مدرب تونسي حيدوسي il fallait un changement ils ont constaté en tant qu'administrateur بلي لازم يجيبوا نفس جديد للفريق تاعهم هذيك لا مونوتوني اللي دخلوا فيها والمشاكل اللي هما عالمين بالمشكل اللي كان لداخل كان لازم التغيير ils ont tombé sur هذا monsieur حيدوسي j'espère qu'il va réussir كلمه تصريح محمد نتكمل على التصريح بعد مباراة واحدة هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة. On peut pas juger un entraîneur sur un match. Il faut laisser du temps. Monsieur Hanashi, il est heureux pour sa victoire. Il faut le laisser savourer ça. Mais le temps pour juger un entraîneur, ça prendra du temps. لازم الوقت. مع مواسا العام اللي فات شابي بارب حط في قسنطينة هدف صفر كامل. صحيح. مع مواسا وكان المدرب كان المدرب الحالي تي بي مازومبي. مواسا مشى من شبيبة راح للمولوديه ربح كانيت نقول له كانيت هو كانيت من النادي اللي ما كانش مليح سيمون نتكلم على المدربين عمر انت راك مدرب راك في القسم الاول اليوم صراحه مثل هذه من رئيس تاعك ربما تصنع لك بعض الضغط ان صح التعبير يا هل ترى تعطيك الثقه تاعو او تصنع لك الضغط يلا خلينا هي ديل ديبار لازم تكون عندك الثقه تاع الرئيس وتاع تاع لونتوراج كاع تاع المناصرين ايتو جو بونس كو لاح الناشي لاح العقده راه يفتزي وزو خمس مباريات ما ربحوش نور ومع مواسا ربحوا في النصريه في الباوت يعني نور لو تتذكر نفس الكلام نفس الكلام لو يصرحوا حناشي اليوم كان صرحوا لما جاب هذا واش حبيت نقول هذا هو الموضوع هذا هو الموضوع علاش الرياس ما يريحوش يعني في بلاصتهم يسيروا الفريق تاعهم جوستومون ما يبقاوش في التدخلات محمد جاب لنا لو سوجي تاعو اليوم على رؤساء النوادي عنده شي يقول في هذا الموضوع انا راح عند نخليوه لا سيربريز ليه في هذه الخزره هذه دخل نور بن زكي ولكن انا نولي لك يلا ما فيش مشكل تصريحات فاغولي هذا اللاعب نعزوه ونقدروه ونحترموه ولكن كما نقولوا بالعاميه ما حبش يسكت ان صح التعبير بعد تعثر ضد الكاميرون فغولي يخرج بتصريحات جديده بعد ما تكلم مره اخرى على الجيل القديم وتحقيقات ربما انه الجيل القديم ما حققش واش قدر يحقق الجيل الحالي خليني من هذه التصريحات لانه تكلمنا عليها في كل عدد ولكن
تصريحات اللي ربما المفاجاه جوغي بو بريتوند ليكيب دو فرانس ا يقول في تصريحاته دي 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 شون افي دي ا مون انتوراج سي سوفيان افي باسيونتي جو لوري بري. علاش السيد محمد قاسي سعيد اشاك فوا سوفيان فيغولي خرج لها بهذه التصريحات؟ كفانا ربما من انتمائنا او افتخاره باهتمام المنتخب الفرنسي، يا هل ترى كل مره نعاودوا نبداو التصريح هذا؟ ربما كان ياخذوا دي 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 شون، ولكن نحب نولي انايا لان سفيان فيغولي كان انذر من طرف رئيس الاتحاديه، قالوا كفانا كلام خلاص اسكت. ولكن اليوم شوف تصريحات طفل صغير مدلل. المفروض المفروض جلال في عود يركز على جيل ذهبي. جلال في بالمناسبه جلال في البونتيوش. المفروض في عود يركز على الجيل الذهبي. من الاحسن عنده مقابله بعد اسبوع يركز على اوباميكان ان شاء الله والجيل تاع نيجيريا. هذا هو الشيء المهم. اليوم اختيك من التصريحات هذوما الناريه، انا بالنسبه لي تصريحات تاع طفل صغير مدلل. عمر علاش اشاك فوا نتكلموا فقط اسكو رايح يلعب؟ حنولي لك لهذه النقطه. علاش اشاك فوا نتكلم على المنتخب الفرنسي؟ المنتخب الفرنسي كنت قادر نروح لها في المنتخب الفرنسي، كنت قادر نانتيغري ليكيب دو فرونس. ربما تو دابور انا اسكو جوبو دير فيغولي سي فو دو ريسبي بور تو الموند. حنا نوت جينيراسيون لا جينيراسيون تاعهم شاكان دوا ريسبكتي لوتر تو سامبلومون. دروك فيغولي لا بارلي سي فري، ومن بعد نورمالمون يو ديفي بلو دير سا باسكو جوست افون ان ماتش تري امبورتون كونت لو نيجيريا صح، اي بارلي دو لا فرونس لا سي هنا اللي زاد شويه. احنا الشعب الجزائري ربما راح يلوم فالي با يقول باللي كنت قادر نلعب في ليكيب دو فرونس. فاهم الضغط على نفسك. فوالا بيان سور. يلا اخر اخر ربما تصريح اللي حنشوفه في فقره صحافه شو تصريح قضيه الاسبوع ان صح التعبير، عوده يوسف بالليلي او قرار الطاس الذي انصف يوسف بالليلي في قضيته. نروح نشوف زميل عزيزين بوهرو كان اقترب من اللاعب في بيته الاخير وعد لكم بهذا التصريح. بهذا التصريح بيان سور انا كنت نقارع فيها وجات في وقتها باسكو هادي تزيد موتيفيني باش نزيد نبين لي كاليتي تاعي، باسكو انا ما كنتش نغش باش نلعب الاولى سي ملي كنت صغير ونلعب هادو لي كاليتي. ان شاء الله نزيد نخدم اكثر واكثر دروك لي زونترينمون باسكو ماشي ديفيسيل باش تعاودوا لي، باسكو انا عارف روحي نعرف لي كاليتي تاعي. جاني الرئيس بابا للدار و حتى واحد جاوني الثاني مام ترجي تونسي كاين شعل من الايكيب راهم يحوسوا على النيميرو تاعي وراهم يعيطوا لي. ان شاء الله هاد العروض ان شاء الله تشوف كن مع المناجر تاعي والافوكا ونشوفوا ان شاء الله وجهه وين تكون. فوالا دونك سيتي اللاعب السابق لاتحاد العاصمه والترجي التونسي يوسف بالليلي، نفرحوا له على كل حال بعد هذا القرار. نور بن زكري اليوم عوده يوسف بالليلي ربما راح تخليه ان صح التعبير بدايه من سبتمبر 2017، هذه الحادثه اللي صارت له ربما راح تخليه يشوف المستقبل تاعو خاصه انه لاعب شاب وراح يعود بقوه. نظن دار غلطه وخلص في الغلطه تاعو. عامين جو بونس كو سي سيفيزون اون ايرور دو جونيس. زالو صغير يعني الكره الكره الجزائريه ولا كره لا دي باوفر نقدروا نتكلموا في هذا الموضوع الشيخ الكره تحقو نظن يعني عامين سي لارجومون سيفيزون كوم سيسبونسيون اي كو جو بونس يعني خداها خداها ك كعبره وكمثل بلي ك ما نقدروش نديروا حوايج اللي خارجين يعني من الكره من الكوتي سبورتيف. جو بونس كي لا كومبري داير قريت وسمعت واش الكلام تاعو قال لك يعني فهمت درت غلطه دوك ماذا بيا نعاود انطلاقه جديده ونتمناو له يعني ان شاء الله. سيد محمد بشاري حنولي لك. محمد انت اللي درت دي ماتش وكنت حاضر فيهم انت كحكم وكان يوسف بلالي كلاعب فوق ارضيه الميدان. نعم واش تكلمنا على اللاعب هذا؟ سي ان جوار كي هادي كاليتي انترانسيك اكسترا اوردينار ما يختلفوش فيها اثنين صح؟ هادي هادي شهادتها لك سا مو فوزي بليزير دو لاربيتري باسكو كنت ان اونفون دوي. سي ان اونفون دوي غلط personne est infaillible كل انسان معرض للخطا يتعلم الشك
بيرسون تتعلم من الاخطاء تاعها، ان شاء الله يعاود يكون شخصيه تاعو، يتعلم من الاخطاء تاعو، ايفون فير بليزير نعاودو نشوفوه ان شاء الله في الملاعب الجزائريه ان شاء الله. باش نتناول انه موهبه فعلا. محمد قاسي سعيد، انت ربما عندك راي اخر ومن حقك على كل حال، ولكن فقط انا حبيت نشير الى نقطه في الكومونيكي تاع لوطاس اللي كان اصدر هذا الاسبوع، كانت تكلموا على انه في قضيه كوكايين، لانه اولا ما كناش نتكلموا على الموضوع، كان فيه ربما عقوبه في اشياء مشبوهه، ولكن لم تذكر الكوكايين، ولكن اليوم يقولوا انه فيه كوكايين في شيشه. كيف اللاعب لافون في دو ماتش اتحاد العاصمه ومولديه العلمه، ولكن فيه قضيه اخرى، لانه اللاعب هذا راه معاقب كذلك من الاتحاد الجزائري لكره القدم بعدما سقط في الاختبار بمباراه شباب قسنطينه ضد اتحاد العاصمه، انه العقوبه ساريه المفعول في الاتحاد الجزائري لكره القدم لاربع سنوات، وهذا ما تكلموا عليه اليوم الصحف. يعني العقوبه اللي 2017 ما شرحها تم، نتمناو راح يكون مصير اخر لهذا اللاعب، لان عنده امكانيات كبيره، ونظن باللي ما كانش يحتاج تعاطي هاد المنشطات باش يلعب الكره. ماشي منشطات، سي كوكايين، اليوم واضحه، خلينا نقولوه ان افي با بيزوين دو سا. سامحني فقط محمد، حنا في الجزائر يفوت ما نتكلمناش على المنشطات او شيء من هذا القبيل اللي تعاطاهم يوسف بلال احتراما للاعب، لانه الاتحاد الافريقي لكره القدم ما دار حتى بيان يذكر فيه انه كانت كوكايين، ولو انه الصحف الجزائريه والاعلام الجزائري تكلم على انه فيه كوكايين. ولكن اليوم بعد قرار طاس في لو كومونيكي تاع طاس فيه انه اللاعب كيف شيشه، وفي الشيشه كان فيه يا فيديو كوكايين. ايه ما عندنا ما نخبي وخلاص، هذه باينه. ولكن اليوم المفروض من لو تكلم على الكومونيكي تاع لابريس اليوم، يعني كانوا وضحوا يعني العقوبه اللي نقصتها طاس اللي كانت تاع الكاف تاع العلمه واتحاد العاصمه في رابطه الابطال، ولكن كاين عقوبه اخرى اللي سلطتها لافاف عليه في مباراه شباب قسنطينه بعد عقوبه بعد مباراه اتحاد العاصمه والعلمه. نعم، اليوم مازال يعني الامور غامضه، ولكن نتمناو نشوف انا ماذا بيا نشوف بالليلي، لانه هو قدوه لهذ الشبان هذوما، هو بالليلي بنفسه قدوه. بالمناسبه نحيي فريق الاولمبي الرياضي لبلديه خريسية اللي محضرين معنا، ما حيناهمش مع بدايه الحصه. سي فغي يوسف بلايلي قدوه لهاد الشباب اللي محضرين اليوم معنا. هو يوسف بلايلي قدوه اليوم الدراري صاحبو، كان حبلو اللعب كما بلايلي، المفروض بلايلي يجي للشاشه التلفزيون يعتذر رسميا. احنا نتمناو ان شاء الله فالي سوليسيتي باش يحضر معنا في برنامج الجزائر يا فوت. ماشي غير في لي بلاطو، يروح ميم لي زيكول دو فوتبول يروح. لا صح، يفهم دراري، يقول لك لو جون يفي سكي فوا سكي لونتون. نور بن زكري اللي عنده دين اونفير اتحاد العاصمه كذلك. نعم، عنده دين اونفير اتحاد العاصمه كذلك، لانه خلى الفريق في نصف نهائي رابطه ابطال افريقيا. بوكو بليس اون ديت اونفير لا جونيس، كره القدم وشباب الجزائر. جونيس سيرتو عمر العطوي، انت اللاعب هذا تعرفه مليح، ابن مدينه وهران طبعا، ونحيوه بالمناسبه ونباركوله على تخفيض العقوبه. سمعنا فيه كلام على انه قريب من مولديه وهران، رئيس بابا تنقل عنده الى المنزل. هل ترى انت كمدرب لمولديه تتمنى لاعب مثل هذا في الفريق؟ اولا احنا فرحنا لما خفضوا له العقوبه هذيك. تجوار دو سي فري، مي لازم نتعلموا بالاخطاء تاعنا كما قال الشيخ. صحيح، سي اون ابرون با لي زيرور تاعنا اون بو غيان فيغ. صحيح، مي يا اون شوز، بلايلي يوسف الله يبارك، سان جوار كي افي ان دون ولا ان اوتر جوار، شداني الشيشه، شداني لا كوكايين، شداني ان بلو مي بيس. فوالا، دونك حنا انا دروك جو دون ان كونساي تو لي جوار يبعدوا على هذه الاشياء، لونتوراج، باسكو سي با نوتر ميليو. احنا الرياضه نقعد في الرياضه. هو راه هضرها عمر، قال لك دوكا شفت حبابي، هو كان مع حبابه الشيشه داروا له في هذيك الكوكايين، شوف شكون مع حبابه. سي تون اورور، دونك هذوك اللي داو على الشيء هذا لا كومبري مام يزيد خويا، والله يبو كيما يقول كيفيد ليكيب ناسيونال. معلوم، معلوم، سي جوار دو علاش بيكوني دوبي كي تي كادي. صحيح، نعرفه من اللي كان كادي باسكو انا كنت حاكم ليكيب، كنا اون دوزيام ديفيزيون، يسون تريني افيك مو. سيتي ان جوار دوي تعرفوا مليح، لانه راح بعدها الى اهلي برج بوريري. دونك ان جوار كيما هذا حرام يضيع هذوك هذه الموهبه تضيع. انا تكلمت جاسبر ونتمنى ان شاء الله يوسف بلايلي ان شاء الله يعاود يولي، باسكو هنا دروك يليق يعاود يبين باللي انه قوي شخصيه وانه لاعب مهم. هذا هو المشكل تاع اللاعب الجزائري، يربح بزاف دراهم، الله يزيد له، ولكن يسفي با اونتوري. صح، سمعت تشوف لي كون جوار اوروبيان ما يمشيش وحده، ما يهضرش وحده، كاين الناس اللي يهضروا في بلاصتو.
وبورتون يعرف يهضر خير ملي لما تشوف كريستيانو رونالدو خورخي مانداس هو اللي يتكلم في بلاصه المناجر تاعو هو اللي عطيتك مثال رمضان دو جون كل واحد واش يتكلم عمر انا عاودت قلت لي كاين كاش واحد اللي راح يمشي هاد اللاعبين هنا كاش تفضل نوريك السؤال على كاسيو هو جيستمون جامري بيا يعطينا سكوب جامري بيا خليه يعطينا سكوب تعلم سيو جامري بيا هو راه مبلايلي في ليكيب تاعي باسكو واحد تفضل توت اونترينور سويت يتمنى بلايلي ولكن هل ترى في اتصالات متقدمه مع يوسف بلايلي؟ إيه الرئيس راح عنده بعدا بالك تشوف لي زيماج ما كان الرئيس نحيي ثاني الرئيس حاج احمد بالحاج حاج احمد بالحاج الملقب ببابا اللي كما ما نقولوها راه يقوم بعمل كبير في فريق الطهران سي فري دونك جيسبر كو يفرا لو ماكسيموم مع بلايلي باش كما يقول لك يقنعه باش يعاود يولي فريق متوحد ان شاء الله نتمنى التوفيق لهذا اللاعب الموهبه ان شاء الله احنا على كل حال يمضي وين يحب لانه هذا اللي ليه برضه اكزاكتومون هذا قراره الاخير احنا نتمنى ان شاء الله انه يتعقل وانه يقدم احسن ما عنده حتى يعود بقوه جسبر. للكره الجزائريه زاد عنده مزيود مباركوله بالمناسبه يلا بالنسبه ريسبونسابل ان شاء الله سي سكي لادي اون توكا قال لك المسؤوليه تاعي انه نحافظ على العائله تاعي مشاهدينا الكرام بعد هذا الحديث شيق مع الحضور طبعا نروح مباشره الى القسم الاول الموبيليس اذا راح نعود نور مسكري قبل ما نروح لابيب حنعود الى فريق مولوديه بجاية اللي كان انهزم في مباراه نهائي العوده ضد تي بي مازومبي يوم امس ولكن خلينا فقط نروح نشوف نتائج وترتيب المحترف الاول موبيليست ثم نعود لنناقش هذا الموضوع كان هذا نتائج وترتيب المحترف الاول سيدي عمر بلعطوي تنقلت الى وفاق ستيف وعدت بنتيجه ثمينه وثمينه جدا من الملعب 8 ماي بستيف راح نسمع تصريحات بعد اللقاء ثم نعود. يعني 90 دقيقه كنا نلعبوا يعني هجوم ضد دفاع. واش نقول جو بونس اللاعبين بذلوا مجهودات كبيره ولهذا في بعض الاحيان صعيب انك تسيب الحلول ضد فريق اللي ربما بيلعب تقريبا 10 لاعبين الخلف. ما خلوناش مساحات ولكن نجم نقول اليوم تاني تحكيم اثر شويه انا نتحمل المسؤوليه تاعي ماشي نحصل في الحكم ولكن اليوم الحكم كان عنده دور كبير في نتيجه اللقاء وهذا راجع طبعا ربما نعم بصراحه نظن باللي اليوم خلصنا المقابله تاع شبيبه القبائل مع مولوديه وهران نظن باللي هذا الشيء اللي تاسف له هي في الحقيقه النقطه ثمينه احنا ما نكذبش عليك ما نخفاش عليكم باللي جينا باش نلعبوا على التعادل لماذا لان في اربع المقابلات الاخيره من مقابله شباباتنا لحد الان تنقلنا ثلاث مرات وباش ما يخفاكمش باللي التنقل تاعنا كانت برا دونك من ناحيه الاسترجاع سيتي تري ديفيسيل بور لي جوار سي بور سا كو اليوم اون تروفي بوكو ديفيكولتي اونشيني لو جو تاعنا وثاني كاين نوتر ديفيرونس سي لابسونس دو با مال دو سان جوار كيون لور بوا في ليكيب سي فري ستيف اليوم ايزون في لو جو ايزون راتي مي je peux vous dire qu'on s'attendait à ça. Donc on s'est préparé en conséquence. On pouvait perdre aujourd'hui, mais le vouloir, la volonté des joueurs a fait qu'on sort avec un match nul qui va nous laisser qui m'a optimiste pour la suite du championnat. مي كانت ركله جزاء نظن واضحه من الحكم نظن اليوم عرف نظن يجير المقابله عرف يجيريها باسكو كاين ركله جزاء جرمال شويه ما فهمتش انا في المقابله هذه مي احنا مزعدنا ماتش جاي ان شاء الله نروحوا الحراش ان شاء الله نديروا الريزلت ان شاء الله باش نعاودوا نرجعوا ولا منظور النتيجه كانت ايجابيه خاصه مع الغيابات اللي كانت مأثره علينا والسفريه اللي جينا من وهران
انا نظن المقابله كانت والفخستيف كان اثر علينا خاصه هجوميا. الحمد لله احنا كنا بيان بلاسي والحمد لله على النتيجه هذه. اذا سيد عمر بن العطوي اتوا بنتيجه ايجابيه، هدف مقابل صفر مقابل صفر في هذه المباراه، عفوا نقطه. احنا كان جدا احنا كان لازم نتفاداو الهزيمه صح، وانت هذا الشيء اللي كنت تكلمت عليه في لاكونتيرون دو باسكو في لي كاد ديرني ماتش شويه اون ان بو سوفير من ناحيه البدنيه، باسكو لو ماتش تعباتنا رحنا في الطياره، مي الطياره عاود ولات بينات الاجي عاود لحقنا سيزور دي ماتال تلباتنا، دونك من بعد خفنا نعاودوا نروحوا في الطياره لي زوتر ديبلاسمون، دونك اون ايتي اوبليجي نروحوا بار روت. دونك اون ايتي ان بو فاتيغي سورتو من لحقنا الماتش تاع سطيف، زيد لها خمس لاعبين ما لعبوش، دونك سيتي ان بو ديفيسيل. سي فري سي فري كون ا جوي سيتي با ان سيستيم ديفونسيف، مي سطيف نوز اون اوبليجي ا جوي كيما هكاك. ديفوندي اون جروب. فوالا، مي انا يا اون شوز كونت اون ايكيب سي ديفوند سي تري امبورتون. C'est une qualité de savoir défendre. Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. On a su qu'il m'a dit même le moudre Taham, qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a C'est vrai, Omar. Parce que tu as dit qu'il a dit qu'il a dit je sais pas notre joueur. Smaïla Tsarihat, Amran, il a dit qu'il 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 a dit رام لي دو شهاده ما صلاش منذ سنوات على كل حال ب 19 نقطه، انهزام واحد وخمس انتصارات واربع تعادلات، كونتخيرمون لوسما اللي راهم الاولين بفارق الاهداف، عندهم ثلاث انهزامات وتعادل وست انتصارات. عمر انا نذكر مليح لما جيت الى مولدي وهران، لما عيطوا لك تشرف على فريق مولدي وهران، كنت في فرنسا انا ذاك، وهران تقلبت ان صح التعبير، ما قبلوش عمر بلاطوي مدرب للمولوديه. اليوم عمر بكل صراحه راهو لي دور avec un groupe soudé, avec une très très bonne équipe TLMC qui pratique du très beau football. Qu'est-ce que tu as fait après tout ça, Omar? Pourquoi ça là? Je suis content, c'est sûr, mais je vais dire que c'est le parcours tawel. C'est facile d'arriver, mais d'y rester, comme je l'ai dit, c'est le plus dur. Donc, on va continuer à travailler. Moi, j'ai un groupe de joueurs, leader qui ont tiqa, ou ma dire qui ont tiqa. J'ai un raïs qui me fait confiance, c'est lui qui m'a recruté. Très important. الثقه تاع الرئيس هذه زادت حفستني ومام انا لي ريلاسيون تاعي الحمد لله مع لي جوار تري تري بيان، زيد لو بوبليك ثاني اللي لي ريفينيو فورس باسكو تشوف شحال تنقلوا معنا سطيف زاكتو صافي بليزير سا تي دون ديك لا بريسيون مي سي اون بريسيون بوزيتيف تنقل اسطوري بيان سي من دخلنا من دخلنا انا ديجا في الفيسير شنو قلت للجوار قلت لهم عيب كان هاد لي هادي سيبورتير ما يولوش بنتيجه. ادوميسيل ما كانوا الشعب هذوك. دروك ادوميسيل ما كانش يدخلوا دروك المناصر تاع مولد وهران بدا يثيق في الفريق تاعه سي تري امبورتون. مي تكون ديك الثقه بين كل الاطراف اون بو ميو افونسي. سي امبورتون دافوار ان انترينور اللي يكون العمر تاعو ماشي كبير بزاف على اللاعبين. نو با دي تو. نو عمر اليوم نتمنى له انايا يدير نفس المشوار اللي داروا مضوي مع سطيف. ما تنساش الغرب عندهم لاعبين كبار يعني منذ ما بدات الكره في الغرب عندهم اللاعبين صحيح برك الاستقرار اللي ما خلاش مولوديه وهران يعني دير بدايه كما هذه السنه هذه نولي 20 سنه للوراء ما شفتش بدايه نتمنى عمر يقعد على راس الفريق هذا ان شاء الله لما تقول لي الناس ما حبوش كي جابوا عمر بن العطوي كان رياليتي عمر معليش يا زيد انا نقول من هاد الناس عمر بن العطوي لعب كرة قدم لعب دولي لعب مولدية وهران لعب في المنتخب الوطني كي ما يشغلش عمر كمدرب شكون راح يشغل في مكانه كافادي رومانو صافي 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 30 طون كانوا هكذا مع مشري عبد الله و جوستومون جوستومون جو بونس كو تاع الوقت هذا جوستومون فتحت لي نقطه اكثر هامه جدا سيد بشاري اللي تي انتيليجون لما دار ان جروب من وهران لاعبين من مدينه وهران اللي يحبوا المولوديه هذا ما يمنعش انك تجيب لاعبين من ولايات اخرى ولكن شيخ جوستومون هذه بغيت غير نضيف حاجه تفضل Ça ne veut pas dire Manjibouche d'autres wilayas. Parce que avoir un Natesh ou un Delhoum ou la, je ne sais pas, Souiba, le jeune, Moussi. Il a été à la bonne école.
واش تعلم راه يدير فيه بكري سي بوزي لا كيسيون محمد بشاري يا يا جروب دو جوور كي ابيتورون اي انفيرون مي هاد لي سوتر جوور اللي جبناهم من هاكوا كي اون لا كاليتي ثاني جيب لا بيرل راه عطيك صحه شيخ تفضل Si vous voyez le constat que j'ai fait avec M. Blatoui, le MCO, cette année, est phénoménal. Avec des jeunes du CRU, du club. Je confirme, j'ai assisté à plusieurs matchs de l'MCO. Son âge et son vécu, les Khaïchou, ça l'a aidé. Son jeune âge. Son jeune âge, oui, oui. Et son vécu en tant que joueur, ça lui permet. Et sa force, sa force, c'est la communication. C'est une scène qui a fait avec les joueurs. يعرف يتكلم يعرف المشكل يسرن لو بروبليم يروح يتكلم مع لي جوار يلو روتير يهضر معاه سا سي سا فورس جو لوي سويت كو دو بونور ان شاء الله كو ام سي او اي بوكو دو بيرسيفيرونس دو لا باسيونس ان شاء الله عمر في هذا العام لقب جمهور الحمراء وانا راسلوني قال لك سقسي هل ترى وعدنا باللقب الجمهور بدا يطمع سي فري مي ما لازمش نكذبوا احنا انا النهار اللي جيت قلت احنا اون فو كونستروي لون ايكيب كي في بليزير او سيبورتر En général, et qui me dit qu'on fait aussi pour être à l'Mouloudia. Donc j'espère, qui me dit la phase allée, Badabina Drokone parmi les trois premiers, j'espère que nous la phase allée parmi les trois premiers. Il ne faut pas oublier que le prochain match, on a un match très important. Justement, tu as dit que le match est le mois de l'Ajoum, le jour de l'Ajoum, le jour de l'Ajoum, le jour de l'Ajoum. Donc ça va être un match compliqué. Pourquoi? Parce que si on gagne le match, ça fait. 1095 ou la 96, Moudia m'a déjà la première place. Donc j'espère que les joueurs. Nous sommes comme les deux, Omar. Ouais. J'espère que les joueurs et les supporters, et le staff technique et les dirigeants gagnent qu'on est unis. Inch'Allah. Pour ramener cette victoire, elle est très importante. Inch'Allah. Et on fera le maximum pour la décrocher. Bitoufiq, Inch'Allah, les Hamraoua, les Fariq Mouldi Touharan, les Jamia, l'Andia, le Jazaïri. Justement, parlons de prochain match de l'Etihad Al-Asima, les Ta'attar, d'Akhra Diyar, Fima Al-Af 5 juillet, Fi Derby Etihad Al-Harraj. On va se mettre à l'Aïbin ou Al-Mudribin. Bada l'Iqa, tout manahoud. Après le résultat de l'Albarah, oui, qu'on est le dernier avec 6 points. Maintenant, c'est la seule équipe de l'Abna Match, ou à domicile, la Ravigerie. اليوم كما قالوا ما عندناش حل واحد اخر دوزنا بازمه كبيره كان ضغط كبير على اللاعبين كان ضغط كبير علينا كما قالوا الفريق تاع الحراج مضارين لما نبداوش هكذا مي الحمد لله كان اليوم نحينا الضغط على اللاعبين وين كانت ارضيه الميدان ساعدتنا بزاف في الجو تاعنا جاونا دي زوكازيون لا ريسيت اليوم جو بونس كانت معنا بون سيت ان ديربي تلعب على دي ديتاي صغار يقدر يتلعب على اكسيون في ماتش الحمد لله لي زوكازيون اللي طاحوا لنا كنا بيان كونسونتري فيهم وسجلنا كنا اون جروب هما تقلقوا شويه حبوا يماركيو حنا كنا اون جروب اون بلوك والحمد لله كنا بيان كونسونتري ماتش كامل تريبون ايكيب تاع الحراج اذا خلقت لنا بزاف صعوبات وكيما شفتوا الماتش لو كان عاودوا الماتش 50 خطره يقدروا يربحونا 50 خطره سي كونفيرماسيون نستعرفوا على كل حال ماتنو لازم نعاودو نرموبيليزيو كاع ليكيب كاع خلاص ربحنا السوبر كوب هذاك التيت خلاص ننساوه On joue un match tous les trois jours, c'est pas évident sur le plan physique. Je ne veux pas trouver d'excuses, hein, mais l'état de physique, l'état de fraîcheur de mon équipe, il n'était pas là. إذن الرائد يتعثر لثاني مرة على التوالي ولثالث مرة في في الموسم. نور بن زكري justement لسما بعد لا سوبر كوب اللي نهنيوهم بالمناسبة تتويج الفريق المولودية. Donc ça commence à freiner un peu hein, في البطولة. فريني او في دو ماتش الحراش يعني كانوا كان مستوى اعلى على المستوى تاع اتحاد العاصمه النتيجه مستحقه وكانوا قادرين يعني يفوزوا بكثر يعني من اثنين عندي كومون كلمه ومن بعد نقولها في تري بيان ولي لا روبليك تاعك بعد بعد هذا سيد محمد قاسي سعيد المباراه الثالثه قبل ما نروحوا لها اتحاد الحراش هي براتيكي دو تري تري بو فوتبول في هذه المباراة الى دوميني لوسما لارجومون حتى لاعبين اتحاد العاصمة اللي استعرفوا بعد المباراة قال لك اون ايتي دوميني باغ لوسام الحراش ربما الضغط تاع المناصرين تاع الاسبوع طيلة الاسبوع اللي هو اللي خلاهم يديروا مقابلة كيما هذه من باللي الحراش ما سرقوش الفوز هذايا صحيح وانا نظن انه ربما المباراه سوبر كوب في 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 نصف الاسبوع هي اللي اثرت نوعا ما على 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 اللاعبين ما نتكلمش على المعنويات في سوبر كوب نكمل يا تفضل تفضل محمد شوف المدرب تاعهم سي محمد ادب يعني هو محضر بدني عالمي كان موجود في فرنسا ويتكلم على لافريشور
نبقى نسأل هنايا لما تكون محضر بدني عالمي كيف ما تعرفش تتعامل مع اللاعبين تاعك باش يكونوا يوم المقابله في احسن ظروف. انا كنت سالته بعد المباراه عندهم 92 ساعه راحه، اي قرب 4 ايام راحه. انا نظن لارجمون سيفيزون سي نورم. يلا نمر الى ديبي شامبيونان، ما راناش شامبيون. نمر الى مباراه اخرى، جماعه فريق شباب لوزاد ضد اولمبي المديه اللي كان حضرها المدرب المغربي بادو زكير، وسمعت صريحات لاعبين بعد المباراه التي انتهت بهدف في كل شبكه. On n'a rien trouvé. La vérité, on n'a rien trouvé. Que ce soit sur le plan technique ou la tactique ou la, ou la, ou la mentale, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Il faut dire. C'est pas la horde, mais on n'a rien trouvé. Il y a un déficit كبير في الفريق هذا. Il faut mettre en cause dès maintenant. Dès demain, on travaille, on travaille pour faire le bien, on va faire le bien. On a 22 points, on a besoin de 22 points. On a un objectif pour faire 22 points, mais l'homme est difficile. Je reviens pour dire une chose. On a un objectif pour faire, parce qu'on a un objectif pour faire un objectif pour classer parmi les 8 premiers. باش نلعبوا لا فاز ريتور باريحيه. نظن باللي كاين ان فيفي دو بون جوار، دو تري بون جوار هنا او نيفو دالجيري. انا بيرسونالمون عندي دو جوار سانسيرمون، انا بور ما لو ليبيرو لو ستوبر تاع اولمبي المديه سعدو ابو بكر، حتى هما عندهم مكانه في الفريق المحلي. ولهذا نطلب من المنبر تاعكم، نطلب من غيز ولا مسيو لي كاس كي فيانو فوار زعما pour voir notre équipe باش يشوف، باسكو عندنا دو زيليمون وين يلعبوا، وين الجيري عندها لو بوزوان سادير فلاكس. انا نظن باللي كنا قادرين نعود بالثلاث نقاط، لكن شفنا اليوم تحكيم خارج الاطار، تحكيم منحاز، تحكيم بصراحه راح يخسر اجواء تاع مقابلات كره القدم الجزائريه. انا علامه استفهام، انا سمعنا باللي الحكم بنوزه راح تكون اخر مقابله تاعو في تاع السوبر، وما عاد يجي اربيتري لك اليوم. على كل حال هذه تبقى علامه استفهام. كان لي بو هادو ما حش نخلدوا فيهم، نعاونوا شبان باش تكون خليفه تاعي ان شاء الله في الفريق. انسان يخدم ويخدم سيري ما يخافش، رانا كيما يقول لك تحت التصرف في الفريق. عندنا تروا ديربي فو بريباري بيان، ما يخفاك بلي رانا دخلنا في لا زون روج وين رانا 8 بوان دوكا، وين كما يقولك لا ميم ايكيب تاع العام اللي فات. العام اللي فات كنا نلعبوا على التيتر، وهذا العام راك تشوف لا سيتياسيون اللي رانا فيها. اش نقولك، لازم نتحدوا كاع ما بيناتنا لي سيبورتو لي ديريجون لي جوار، باش هما نعاودوا نخرجوا الفريق تاع سي ار بي. سي ان فريق كبير، ما يسهلش البلاصه اللي راه فيها. دونك نتيجة أو نقطة ثمينة جدا لفريق أولمبي المدية. سيد عمر بلعطوي، أنت كنت حققت نتيجة تعادل في 20 أود ضد شباب لوزاد غيان نوفا دون سو كلوب، أربع انهزامات متتالية زائد سي دوماج بور لو سي ار بي لو كرون شباب كيما يقول لك. سي ان كلوب اللي كي ميريت بوكو ميو، جيسبر كي فون روفينير، باسكو كيما قلت أنايا كونت يا دي كلوب في الشامبيونات مين يكونوا ملاح للشامبيونات تكون مليحة. في اخر ترتيب اليوم فريق شباب لوزداد. جوستومون سيد بشاري، انت على درايه تامه بما يحدث في التحكيم الجزائري. لما تكلم رئيس بوغلقال على اولمبي المديه قال اخر مباراه بور بنوزا سيتي لا سوبر كوب، سيتي لا ديرنيير فينال، اخر نهائي ليه. اخر نهائي مسيو بنوزا اغيتها سا كارير نورمالمون لو 31 ديسمبر 2016. يلا هذه واضحه. انا من جهه اخرى سيد محمد بشاري، شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا ما يحدث في الكره الجزائريه المحليه من طرف التحكيم. شفنا لقطات قريب نقولوا بالعاميه قريب ينوض الغازون يقول لك يا بيناتي يا فوت. دونك ماذا يحدث سيد 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 محمد بشاره؟ نشوفوا في الصور هذه لقطه دفاع تاجنات، وفيه كذلك لقطه ضربه جزاء لاتحاد الحراس ضد اتحاد العاصمه. سانسيرمون الشيخ، واش صار في التحكيم الجزائري؟ الور الاشكاليه كون فو تروفي كو دي سيمينيسون en train d'être faite. معناتها الاتحاديه الجزائريه وضعت كل الوسائل والمؤطرين وكلش، ويلزون مي لي زاربي دون لي ميور كونديسيون بوسيبل. الحاج محمد روروا تو دوني تو لي مويان ا سي زاربيتر. سي با نورمال. سي با نورمال. كون فو فوايي دي انستركتور دو لا فيفا، جو دي بيان دو لا فيفا، معناتها بوساكا سي لو توب دي توب. فينير اون الجيري فير ان سيمينار او انو زاربيتر. وكنا حاضرين وكان حضر له جلال يعيش كذلك. ومن بعد كتشوف اخطاء كهذه. الخلل فين؟ انا نعطيك وراء الخلل. المشكل فين؟ انا
il faut s'asseoir, il faut parler, parce que le problème est énorme. Énorme, il est énorme. Il faut s'asseoir et parler. La fédération, elle a mis tout à la disposition des arbitres. Qui te connaît, il y a un placement, il faut parler avec ces arbitres. الملاحظه اللي نديرها تفضل سي دي زونسيان زاربيت اللي هما يديروا هذا جوستومون دكتور قبل ما نوليك تعطينا الحلول لانك تقول لي وراه الخلل سيد محمد بشاري الاخطاء اللي عم يتنداروا اليوم في القسم الاول والثاني موبيليس هما من الحكام اللي عندهم خبره ماشي من الشباب لانه لما نصطاد فيه ونصطادفوا القائمين على كره القدم الجزائريه يقول لك شباب رانا طالعين مي لي فوت اللي عم يتنداروا سي دو لابار دي زونسيان زاربيت او بيان لي بلوز اكسبيريمونتي سور تيران احنا المشكل الكبير اللي هو درك موجود في التحكيم الجزائري سي ان بروبليم دو كومونيكاسيون اي سورتو سورتو دو فورماسيون كون فو رامني ان انستركتور دو هو نيفو لو كومونيكي معناتها سي تادير لا كومونيكاسيون اونتر لوي اي لاربيت يا ان ديكالاج دو نيفو مستحيل كيما واحد سي بشاري الحاكم اليوم عنده مستوى كوم نو ماشي مستوى نيفو انتيليكتوال لو ميساج كومون يفا اريفي ا سيت اربيت كيفاش انت ماشي الاربيت ما عندوش نيفو ولا الانستركتور ني با مي لو ميساج كومون ترانسميتر ان ميساج اي ان اربيت اوكي نجيك من جهه اخرى علاش اليوم ما كانش مسيو محمد بشاري مسيو حمودي على راس هذه اللجنه المركزيه للتحكيم سي ان شوا كونت ان بريزيدون فيان اي شوازي سون ايكيب ايز اون شوازي vous avez été sollicité non j'ai été sollicité mais il faut choisir les meilleurs docteur ça c'est un choix انا j'ai un principe dans la vie quand quelqu'un vient un président il choisit son équipe C'est son choix. Après, il y a un bilan qui se fait à la fin. On va. Mais sinon, Le problème est le plus profond. Quand il n'y a pas de protection de la part des responsables, il y a l'influence des présidents. اللي راهو تشوف ضربة جزاء في تاجنانت يا اخي كنا تكلمنا قلت لك بلي دوك الحاكم اللي راح يحكم مولوديا راح يدير خطا خاطر يمشي بدون ثقه ولكن نور مازال كاين خطا كيما هذا سي با لوجيك نقدر نتكلم مازال اخطا مازال يتكرروا الاخطاء طونك ما يطبقوش القوانين وين واحد ينتقد الحاكم يتعاقب ماهوش الحاكم اللي نعاقبوه انا ما انا مانيش سامحني تو لي مويان اون تي ميان لور ديسبوزيسيون شيخ لما تشوف لازم تشوف ضربه جزاء مثل هذه اللي انا نشوفوا فيها الان او ضربه جزاء المولودي دفاع تاع جنان ضد مولود الجزائر المولودية يقول لك مع الثوره صارت لي هيدي تروح تهضر مع المولودية تاع وارن شيخ سي ان بريزيدون فا كيتيكي ان اربيت اللي يدير غلطه كيما هذه ما نقدروش نعاقبوا لو بريزيدون هذا باسكو راه في حقه نقدر مي يا دي لوا جوستومون يا دي لوا هل هذا الرئيس عنده قانون يتكلم على ينتقد الحاكم؟ هل عنده قانون؟ شيخ انا نشوفه مجازر في التحكيم شوف كيما يقولوا لوجيك لو بروبليم سي فو فوي المشكل تفسره سي ان سكسيسيون ديفينمون بدات لي اسما جي اس كا جوست ابري جي اس كا سي ام سي يو جوستومون حنولي ولا التصريحات الاسبوع الماضي ما تكلموش انا نشوف تفضل سا سي سكسيدي جي اس كا من بعد لي اسما مولوديا البدايه كانت في ثوره شبيبه ثوره شبيبه القبائل ومن بعدها اتحاد العاصمه شبيبه القبائل بوركوا الكلمه اللي قالها مسيو بن زكري il faut plus parler d'arbitrage parce que même l'arbitre il fait partie de cette société il entend les communiqués alors Les arbitres. Un dossier responsable. Très bien. Alors, ils ne sont pas protégés. Les arbitres doivent être couverts, protégés. Ils sont jetés en pâture. M. Béchari, qu'est-ce que tu as fait Comment tu as vu le coup le hakim Nassib, qui a été un خطا يقدر يصرى في اي مباراة لانه تدخل من الخلف لو اي واحد فينا كان حكم كان ممكن يصفر ضربة جزاء بالإضافة إلى هذا حكم تامس هو اللي رفض لو درابو pour signaler qu'il y a faute exactement pour signaler qu'il y a faute داخل 18 متر عقيبه حتى نهايه الموسم تروح تشوف مباراه شباب القبائل مولدي طهران يتراديت انيك ما كاش ولكن ما صرا ولا شيء ما فيش يا بين راديياسيون نو با انكور سيجي نو با انكور سيجي مازال ما يا ترى هي الحل راديياسيون سي الحل شيخ ماشي الحل العقوبه انا اش قلت لك شوف تربينا مع هاد الناس وربونا عطاونا ان فانيون هذاك لو فانيون لا با ترونسمي باسكو حنا نو زيدوكاتورز كي نوزون ايدوكي من بعد درك لا فورماسيون انا توجور نقول ونعاود ونزيد نعاودها سي اون كيستيون دو فورماسيون سي زاربيت كيس كي سون اون ترين دو ريسيفوار كون فورماسيون كومون اي سون اون ترين ديتر اورينتي سي سا كونتينيو كوم سا
ولو انه عقوبه نسيب سي سا فا سونشيني شاك كلوب شاك بريزيدون كلوب لي بريزيدون كلوب انا نقول لهم الحكام الجزائري من احسن الحكام ونعاودها سي مون سي سكي لا كونفيرمي لا سيمين باسي حسين اشو اللي كان حاضر معنا بصح المشكل الكبير صحيح عمر بالعطوي في مباراه شباب القبائل انت كنت صرحت بتصريحات خطيره جدا كنت قلت انه كنت حاضر في المباراه والتحكيم كان كارثي اليوم نقولوها قلت انه انا ما نتكلمش على الحكام وهنا الحضور شهدوا لك انك من الناس اللي ما تكلمش على التحكيم طوال مشوارك الكروي ولكن في هذيك المباراه قلت لاربيت لا ايتي انفلونسي اي جو سي تري بيان سكو شوي اون تران دو دير دخلوا له الناس لو فيستير شوف سي فري سي با دو مي زابيتود دو بارلي على لاربيتراج اي سي لا ديرنيير فوا اللي غادي نهضر على لاربيت دروك باسكو دورين افون نيمبورت كي جورناليست بوزي لي كاستيون على على لاربيت يلا نشكرك على رحابه صدق مي لا جو في دير اون شوز انا سكو جو في في الماتش تاع لا جي اس كا باسكو ميريتي لا فيكتوار اونيتمون La GSK, on la respecte. Toutes les Algériens respectent la GSK par son passé, parce qu'ils ont fait. Je respecte M. Hennachi. Je n'ai jamais dit que Hennachi est allé à l'arbitre. J'ai dit une personne. Et il y avait, même Hennachi a cité le responsable de la sécurité. Le responsable de la sécurité, c'est lui qui m'a dit qu'il y a une personne qui est allé le vestiaire des arbitres. Mais il y a un officiel. Le délégué a dit c'est un officiel. Quel officiel? Il y a les quatre arbitres et le délégué. C'est pas normal, c'est Béchari. Je connais l'officier. C'est Béchari, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, personne n'a le droit. Personne. J'accuse personne. Mais c'est un officiel. Quel officiel? Ça y est, fais-moi. Exactement. Donc, je n'ai rien à rajouter. Justement, là, nous. كل صراحه سلكت بعقوبه سلكت بعقوبه لا ماشي سلكت بعقوبه شوف ماشي سلكت بعقوبه لا نستاهل عقوبه نتعاقب يا اوكا بروبليم هو سلكت كل خلينا يعاقبوا فيهم جاك سب دات سونكسيوني انا تكلمت مع عمر ما تعاقبش باسكو سكو جي في اكزاكتومون سكو جي في سكو جي في في ذاك الماتش تعاقب عليه كنت واقعي كنت واقعي يا عمر جو ريسبكت بوكو نو زاربيتر اقسم بالله من بشاري وروح كاع لي زاربيت اجيريان جي توجور اي جيش كامات ميم مسيو عاشوري هو اللي كان اربيت ذاك الماتش Je l'estime beaucoup, Hadak Ashour. Yazid, le Mais ça fait mal. Cheikh Tfadl. Dans quelles conditions ces arbitres dirigent ces rencontres C'était un match au huis clos. Non, non. Je ne parle pas de l'information. La dixième journée. Donc, qu'on laisse. Parce que l'âge. C'est les présidents, tous les présidents du club, qu'ils arrêtent de critiquer les arbitres. ويخلوا لي زونترينور ترافاي تروكي جوستومون علاش وليت لك يا زيد نسيب نعاود نولي نسيب باسكو ظلم انا ليا ظلم نسيب عينا في الليل كيفاش تحب يكون يعني واجد المباراه كيما هذيك وهذيك ضربه جزاء كاع اون ديريكت شفناها كاع ضربه جزاء صحيح وراه لاسيستون تاعو هو رفدوا لاسيستون تاعو ما يصفرش سي بلو جوج دو توش دوكا سي ان اسيستون يرفد له يصفر ديسيد انا تكلمت على تصريحات عمر بلعطوي لانه جوست ابخي بعد ذهاب جمال مناد من فريق مولود الجزائر تسمعني مليح واش قال المخرج لو يعطيني التصريحات تاعو يقول لك ديزاربيت سيرف لي زانتيغي دو سارتان كلوب السيد محمد قاسي سعيد صريح مثل هذا خطير وخطير جدا شوف لما عمر دار التصريح تاعو الاسبوع الماضي قلت لك ربما راح يتلقى عقوبه او عقوبه وهذا ما نتمناش لان مدرب شاب مازال له مشوار كبير ولكن نحب نقول لك برك يا زيد العداله اقوى جيش في العالم لو طبق العداله طبق القانون نعم العداله اقوى جيش في العالم لو طبق القانون حاجه ما تصير صحيح وفي اخطاء على كل حال سيد محمد بشاري في اخطاء تحكيم نشوفها في 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 كل عالم في كل الدوريات العالميه مباراه مولدية وهران النصر حسين داشيخ اللي وقع فيها كلام في وقع فيها كلام على هدف قاسمي ربما الحكم هنا ما فهموش واش كان صفر في هذه اللقطه واش طلع اكزاكتومون جالي فو دير واش طلع انا تبان لاسيستون شطلع تبالي طلع روتور دور جو با لا فوت تري بيان الور دي فوا لي كاليتي ديماج دي فوا لي زيماج اي سون با انتربريتابل شوف البارح الماتش هذا شباب طلع يوم السبت لا فيفا تقول لك اون ايماج كي ني با انتربريتابل ما تقدرش تتكلم فيها ما تقدرش تحكم على الحكم سيد بشاري حنا اليوم طلبوا انه التحكيم يكون نزيه لانه شفنا صوره مؤسفه ومؤسفه جدا المخرج حياتي يعني في مباراه شبيب دفاع تجنان ضد فريق مولوديه الجزائر
ماناش حابين نزيدو نشوفو صور مثل هذه مسعود بشاري. واش تلاحظ لهنا الحاجه اللي تلاحظها؟ انا ربما اليوم نحشم انه الاطفال حاضرين معنا يشوفوا صوره مثل هذه. كي تلاحظ هكذايا شوف جو نبرون با مسيو زواوي سي كيكان كو جيستيم بوكو. شوف الصوره لاربيت اي تو سول بيرسون اي افيك لاربيت با بروتيجي سي لو سول كونتر تو لو موند كونتر ليكيب ا كونتر ليكيب بي كونتر لو بوبليك كي بروتيج سيت اربيتر كي نو بروتيج اون نو ا بروتيج كي بروتيج سي جون بيرسون qui parle au nom de ces jeunes-là. C'est un leader, monsieur Zouaoui, doit être sanctionné sévèrement. Normalement. Mais je suis un leader. C'est le moment où il trouve le habs. C'est une agression. Mais Omar, je ne suis pas en train de justifier ou je dis. Que ce soit joueur ou l'arbitre, on ne doit pas le toucher. ولكن اخطا تحكي مي قدرت لحقنا الكاري تاع عمر بكل صراحه قدرت لحقنا الكاري ما رانيش نجستيفي واش دار واش دار وصمت عار في تاريخ البطوله الجزائريه باسكو لي زاربيت هما ثاني يزيدوا في المستوى تاع كره القدم اي دوات ات بروتيجي بروتيجي مارشون ديابازون لو فوتبول سي اونسومبل سا مارشون ديابازون سي لو نيفو دي كلوب مع لو نيفو دي زاربيت سا مونتر اونسومبل تشوف ان اربيت كوم سا ميم سا فوت سي لا فوتي ولا بري موفيز ديسيزيون اسكو يعطي له هذا الحق باش يروح يدير هذا الشيء نزيد نعطيك لي ديكلاراسيون دي بريزيدون كلوب كونتر لي زاربيت ما تنساش بلي صافي اون بريسيون تيريبل واني حكم ونعرف كي يقول لك حكم الاسبوع القادم او جايني تيل اربيت جو في فيغ سا تقدرش تيماجيني كومبيان سيت اربيت سوفر كل ما يحدث في الانفاق المؤديه الى الملاعب دون لي كوليس هذا نعرفوه على كل حال واش قلنا قبل شيخ نقص لك من الكوتشينغ ديزا نقص لك دقيقه هذه يعني حاجه مهمه واش كنا نقولوا قبل لا سوبر كوب هذيك كنا مصير تاع المدربين في اللعب قلنا بالاتحاد الجزائري راح يفوز خاطر المدرب مشى ضغط دونك لا بريسيون عند جمال مناد ولا بروف جمال مناد مشى صحيح وانا واش هضر جمال مناد وانا تبعت مليح المباراه وتبعت مليح الحكم سيد بنوزة سيد بنوزة في المباراه كونديسيون فيزيك تري موفيز ما يتبعش مليح المباراه انا قاعد ما كنتش نشوف الماتش قاعد نتبعه هو سمعت ضربه الجزاء الاولى كان ضربه جزاء مد ضربه الجزاء اللي ما كانتش ضربه جزاء وكل ما شحال من خطره كسر لافونتاج فوز داكور شيخ Et puis, les phases de jeu qu'il est en train de parler, oui. Barkana, سي با نورمال جوستومون حنا من الحديث هذا نشكركم على رحابة صدركم من هذا الحديث نروحوا إلى كوتشينغ دي زاد سيد محمد بشاري ما عطاونيش ان كارتون فيغ اوترومون فو ميريتي فريمون ان كارتون فيغ اي نو با هاد البطاقات الحمراء والصفراء على كل حال رحابة صدرك يدخل الجنة يلا نور عندك 3 دقائق حتى نتكلم على المحترف الاول كوتي تكنيك كوتي ستاتيستيك وكل فيما يخص كل هذه المواضيع تفضل نظن الجولة هذه من اضعف الجولات اللي جوزناها من غير 10 من غير الجولة الرابعة اللي كانت في 8 مقابلات سجلوا 10 اهداف هذه الجولة هذه في 7 مقابلات سجلوا 11 هدف 1.5 هدف في المقابله شيء ضعيف احنا يعني معجزات يعني الكره الجزائريه ومعجزه كره الحراشيه اللي كانوا خسروا 4-1 في المباراه اللي كانت مقبل في ثوره وداروا مباراه مثل هذيك مع الاتحاد الجزائر وانتقادات يعني تاع الشعب تاعهم ومناصرين ومشاكل كبار يعني اللاعبين ماشي خالصين ولكن ملاحظة وأنا كنت قلتها باللي في اللعب منذ مشى كومباسا كانوا يعطوا له البالون ما دارش تحضير مع الفريق ما دارش تحضير وجابوه ديريكتومون لعبوه يعني في الفريق كان يكسر لهم اللعب منذ يعني ملي مشى كومباسا الفريق ولا يلعب جماعيا ويلعب كرة جميلة وشفنا يعني الفريق اللي كان الأخر في الهجوم 4 اهداف انا اللي سجل 4 اهداف لين دي ميور ديفونس اللي عندها 4 كات انترناسيونال مفتاح اكس انترناسيونال بن يحيى انترناسيونال شافاي انترناسيونال و لاريار غوش عبد اللاوي انترناسيونال اولمبيك
انا اللي سجلوا لهم اربعه، سجلوا زوج اهداف ضرب الجزاء يعني كاين ضرب الجزاء والكره يعني في الترانسفيرسال اخر يعني هجوم سجل اربع اهداف لاتحاد الجزائر اللي راه يعاني يعني في اللي يقول لك يعني داو سوبر كوب ومن بعد عيا وانا ما شاطرهمش يعني في هذا الاخر لونطونت يعني ما استفادش يعني في المباراه هذه في الجوله هذه مع مولوديه وهران يعني نقطه ما تسمح لهمش يعني باش لحقوا الاتحاد يعني في المرتبه الاولى ولكن ما نساوش مولوديه الجزائر اللي راهي جايه 17 نقطه نقص مباراه دونك يقدروا مع مولوديه الجايه يعني خارج الميدان ولكن مولوديه الجايه عندهم اربع مقابلات يعني اون روتار ممكن يعني مولوديه الجزائر تفوز وتدي يعني البرطمه وزيد رايحين يستقبلوا السياسي يعني في الجوله الجايه حنا يعني الجوله الجايه بين مولوديه وهران مع الاتحاد مباراه يعني قويه ما نقولوش مصاريه ولكن قويه بالك تفصل بين الاتحاد والمولوديه برك يعني نشوف يعني لك الوقت راه يدهم ما نساوش يعني فوز الشبيبه في قسنطينه اللي راهم يعانيو منذ يعني ست اسابيع او اكثر يعني من مدرب ما كانش يعني رئيسي وتعرفوا بليك مدرب رئيسي وكان مشاكل مع اللاعبين بلا مدرب رئيسي كيفاش يعني دربوا شفنا يعني كملوا المباراه يعني بلاعبين مجروحين ولي كرومب دونك ايزون تيرمي ديفيسيلمون لا رونكونتر شباب الوزداد يعني حبس يعني سلسله الهزمات يعني متتاليه اربعه داروا تعادل مع دونك خداوها الناد راهم اربع مباريات يعني متتاليه روليزان خرجوا من المرتبه الاخرى يعني الهجوم تاع الجزائر هما الاولين الدفاع مولوديه بخمس اهداف هما الاولين و خلاص خلاص لي الوقت يلا ميرسي بوكو ما تكفيش وزافي ان كارتون جون عندك دقيقه نقصان الاسبوع المقبل سيد بلاطوي تري بون اناليز تاع الشيخ في الجوله لا تودي على هذا لا جورني دونك لو بروشان ماتش حنا كما قال اون ريسيفوار ليزمون شي مقابله مصيريه مقابله تاع كره قدم جيسبر كو يكون فيها لو فير بلاي جيسبر كو لي دو ايكيب سيغوا على هوتور دو لا بلاس كيز اوكيب باسكو سي تري امبورطون باش الشامبيون تاعنا تطلع في لو نيفو دونك سي تانو لي دو كلوب هادو دو ان شاء الله نشوفوا مباراه كبيره بين الفريقين فقط قبل ما نروح لا روبريك تاع محمد قاسي سعيد المونديالست حبينا فقط نتوقفوا عند مولوديه بيجاي اللي كان هزم في مباراه العوده باربع اهداف كامله مقابل هدف راح نشوف تقرير للاسف سقوط المولوديه في لوبومباشي ثم نعود تبخر حلم مولودية بيجاية في دخول السجل الذهبي للقارة السمراء والتتويج بأول لقب قاري في تاريخ النادي القبائلي بعد خسارته أمام مضيفه تيبي مازامبي الكونغولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أشبال المدرب نصر سنجاق لم يستطع على مجاراة المد الهجومي للغربان ولم يتمكن من الحفاظ على عذرية الشباك بالرغم من تألق مستقبل المنتخب الوطني في حراسة عرين الخضر شمس الدين رحمن الذي وقف في وجه هجوم أشبال المدرب فيلود لكن قوة وخبرة تيبي مازامبي مكنته من دك شباك أبناء يما غوري برباعية مقابل هدف وحيد وسمحت لهم برفع التاج الإفريقي وحرمان رفقاء القائد فوزيايا من أول ألقابهم القارية ضياع أو خسارة كأس الكونفدرالية الإفريقية لا يجب أن تخجل به مولودية الجزائريين فالمشوار البطولي في كأس رابطة أبطال إفريقيا ومن ثم كأس الكاف والوصول إلى النهائي والخسارة أمام أقوى فريق في القارة في السنوات الأخيرة هو في حد ذاته إنجاز تاريخي لفريق كان قبل أربع سنوات فقط يلعب في المحترف الثاني فبمثل إنجاز مولودية بيجاية تتشرف الجزائر وتفتخر بأبنائها الذين رفعوا الراية الوطنية في سماء القارة السمراء
إذا شكرا للزميل بلال زعموشي على هذا التقرير. مسيو محمد بشاري فريق مولود البجاية وجمهوره ما لازمش يخجل بهذه الهزيمة. سيتي ان باركور اونورابل حتى النهائي. مالوريزمون لاعبين واشبال المدرب او الطاقم اللي كان حاضر اللي حضر لهذا النهائي ما خيبوناش، ولكن نتيجة 4-1 شويه ثقيله ولكن يعطيهم صح. انا بالنسبه لي ما خيبوناش، اونوري سا نو في بليزير. وصلوا لا دينيير رونكونت دو لا فينال، اريفا اون فينال كوب دافريك سي با دوني ا تو الموند. وصلوا لهذا المستوى، يفو ترافاي انكور بلوس بور اسيي دو بيرسيفيري، سيتادير يقعدوا في هذا المستوى ما يرجعوش للور، وان شاء الله يحطوا المشاكل تاعهم دو كوتي. جوستومون كانت فيها اضراب قبل المباراه، احنا ما حبوش نتكلموا على كل هذه الامور. نتمنى التوفيق لهذا الفريق اللي حيعود الى البطوله، عنده عدد كبير من المباريات المتاخره. تري تري بون برافو لو ستاف ناصر سنجاق، الخضر عجالي، الياس بن حاحه، وكاع الناس اللي خدمت في هذا الفريق. تري تري بون برافو بور لي جوار تاع لو موب دو بجايا. تري 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 كون برافو للجمهور مولودية بجايا اللي يستحق كل التحيه والتقدير. ميرسي بوكو. يلاه نروح مباشره الى لوربيك تاعنا قاسي لو مونديالست. يلا محمد، عندك موضوع فيما يخص رؤساء النوادي. لما نتكلم على رؤساء الانديه يزيد، عرفت رؤساء كبار داوي روح المسؤوليه، اضافه للجانب الابوي تربيه الاجيال. اذا لم يستطيعون ان يكونون لاعبين كره القدم، على الاقل يكونوا رجال صالحين للمجتمع. لعبت وتكونت في رايد شباب القبه الذي تأسس من طرف رجال أيضا، من بينهم السيد بلونيش اللي كان يعني هو مجاهد. ثم نشوف تنقلت يعني راي شباب القبة إلى فريق سوناطراك اللي كان رعاية تاعو. عرفت رجال آخرين، السيد أيت الحسين اللي كان مسير عندنا في الفريق، ثم أصبح وزير الطاقة، ووزير آخر اللي هو سيد أحمد غزالي اللي رجع أيضا وزير خارجية ثم رئيس الحكومة. بعد تخلي هاد سوناطراك على 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 راية شباب القبة، جاء بروفيسور بن سمان، طبيب كبير، منو حاضر معنا اليوم، طبيب كبير، هو أيضا سير الفريق في الإصلاح الرياضي. جاء السيد مساوي جرمان الذي خدم هاد الفريق، خدم الفريق ما خدمش المصالح ديالو، المصالح الشخصيه خلاها من جهه. هو وكل رؤساء انذاك خدموا الانديه تاعهم خلال 13 سنه. القائمه طويله، نجم نتكلم لك على السيد علي تاع حانوتي او بن قاسي تاع شبيبه القبائل، ولكن يا للاسف كذلك هذا شان كل باقي المسيين. اريد ايضا الرجوع الى الوراء واتكلم على رؤساء في وقت الاستعمار الذي قدموا الكثير للكره الجزائريه، وبعد الاستقلال ايضا كانوا عندنا رؤساء اعطاوا الخدمه الكره الجزائريه ولا مره خدموا مصالحهم الشخصيه. اضيفوا لهذه القائمه ثلاث رؤساء يشغلوا حاليا، ربما اتكلم على السيد زتشي اللي بالنسبه لي دكتور هو قدوه ونموذج للرؤساء تاع اليوم. سي فري. السيد حداد والسيد اولزميرلي اللي هما قادرين يسكنوا في التلفزه ولكن لا نراهم الا في بعض المناسبات. انا لعبت كره القدم في الماضي، معرفتي تنتهي عند اللاعبين والحكام. اليوم المسيرين والرؤساء هما النجوم، هما الذين يصنعون الحادث. تراهم في التلفزة، تقراهم في الجرائد، تراهم في 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 أرضية الميدان، تراهم في كل الأماكن إلا في المكان الذي لازم يكونوا فيه ما تشوفهمش. اليوم أنا نتعجب لما نشوف المنصة تاع باريس سان جيرمان والبرشلونة، المنصة الشرفية والبايرن. نتمنى نشوف رؤساء تاعنا كما هاد الرؤساء ياخذوا العبرة منهم. في الأسبوع هذا صدمت بتصريحات لبعض المسؤولين رؤساء يفتخرون بالماضي تاعهم، الماضي السلبي للأسف، يقارنون أنفسهم
بشخصيات وطنية سجنت. لماذا سجنت يا زيد؟ سجنت من أجل القضية الوطنية. يا للأسف فلكم الحكم أيها المشاهد. برافو محمد، يعطيك الصحة. فوالا دونك ان تري تري بون سيجي عمر. لي بريزون دو كلوب تاعنا اللي ما راهمش كل وقت على اوتور، كاين بعض الرؤساء اللي تكرههم، مثلا شيخ سيغتان بابا لا يقوم بعمل كبير. دونك اسكو تظن انه واش كان يقول محمد لا ريزون؟ وي لا ريزون اون جينيرال. وي لا سيتي كالكو بريزيدون، مي انا جو بو فو دير كو لو بريزيدون تاعنا اكتويلمون في سون ترافاي كونفينابلومون، il se mêle pas d'autre chose. Côté technique, autre chose, il me fait confiance. Je peux vous le dire. نقدر نذكرك في رئيس كذلك الحاج بليمام. الحاج بليمام الله يرحمه ورحمه. سير الحاج بليمام الله يرحمه ثاني، سيتي ان بون بريزيدون. جاسكر كو بابا فيرا ميو. ان شاء الله. ان شاء الله. باسكو سي كاكا كون دوا ايدي. اكتيومون ايلي تو سول. اي جو بو لوي دير كو حنا ستاف تكنيك ولا لي جوار، اوني دايرين لوي حنا ثاني. ميم لي سيبورتور لو سوتيان. ان شاء الله بالتوفيق لرئيس المولوديه ولرؤساء نتمناو اللي كي اون تي فيزي هاي صح التعبير بعد لا روبريك تاع محمد قاسي سعيد يعدلوا نفوسهم ويقدموا واش لازم يقدموا لكره القدم الجزائريه. مشاهدينا الكرام نروح مباشره الى الاشهار والفاصل وبعدها سنعود.